السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نديكم معايا لتركيا باش تشوفوا كيفاش كيتصوب الفران والفرن ايتيمات. في الاول مشينا لمدينه انطاليا لواحد المعرض عامر بالبريستيج واللي منظمه شركه ماكسيموم جروب، اللي تقول لها شكرا بزاف على الانفيتاسيون. ومن بعد شدينا الطريق في الطياره من مدينه انطاليا الى مدينه قيصرين اللي فيها شركه ايتيمات. هاد الشركه اللي تاسست سنه 1975 واللي كتصدر المنتوجات ديالها لاكثر من 70 دوله في العالم من المغرب. واول مغربي كيدخل شركه ايتيمات للمغرب هو السيد عمر رحموني سنه 1989. ومن ذاك الوقت ومنتوجات ايتيمات ذات الجوده العاليه متواجده في جميع البيوت المغربيه. ودابا اجي ندخلكم معايا لاطولي باش تشوفوا الصنع وكذلك المونتاج ديال هذا الفران. بصراحه تجربه زوينه بزاف عشت تصوست هذا المصنع، لانه تعطاتني فرصه نشوف كيفاش كيتصوب هذا الفران هذا اللي كبرنا معاه من صغر. على فكره هذا ماشي اشهار مخلص عليه، لان الشركه ايتيمات تبارك الله عندها سمعه كبيره وزوينه في المغرب، ما محتاجاش الاشهار ديالي. الفران ايتيمات معروف كيخدم غير بالضوء، وهذه كانت اول تجربه غادي يخدم بالغاز عشناها مباشره. من بعد انتقلنا لواحد المصنع اخر اللي فيه الفورنو، واللي كذلك عشنا المونتاج ديالو كيفاش كيتمونطا واللي كيتجرب قبل ما يدخل لومبالاج ديالو. على العموم تنقول شكرا شركه ايتيمات. من بعد سيدي انتقلنا لواحد البلاصه زوينه سميتها كابادوكيا، اللي حفرت المنازل ديالها في الجبال والصخور بواحد الطريقه فنيه.